سبحان الله، هذه منطقة الجليب الشيوخ، شوفوا جايين نزور أخونا العبيدي، ومنطقة أثرية، وهاي كلها كانت أول بيوت كويتية، وبعدين سكنوها ناس ثانيين، وسبحان الله الأجر على الله، حط رجل واسحب رجل، سبحان الله. شوفوا بيوت على البساطة وبيوت حلوة، وهذا سكن العزاب، احنا ما أرخنا سكن العزاب، هذا سكن العزاب، سبحان الله، امر الله كاين. السلام عليكم ورحمه الله. هلا هلا سيدي العبادي، هلا بالشيخ المريد الصوفي، سبحان الله. هذا هو الرجل الصوفي اللي يحضر درس الوالد، هذاك ابوه السيد والساشم الرفاعي ومريض الزرنا مستشفى الفراعنه. يا الله يا رب يا رب يا رب لا تؤاخذنا ان نسينا. وهذا ابوه، كان ابوهما صالحا. يا الله يحفظك. اي والله سبحان الله. هاي صوره ابوك. ابوك شنو اسمه يا سيدي؟ عيسى الخاير العبادي. عيسى الخاير بدواره. شنو كرامات الصوفيه؟ لا اله الا الله، مدد مدد. يا رب. المهم احنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو زرته زودتني، لو زرته لوجدتني عنده. فيا رب انا جبنا لك سيدي الادريسي وسيدي المنوفي. وين الثالث؟ راح طيب. انت ما تحب تطلع عندكم بالصوره. يا رب يا رب ان هالرجال هذا الله يشافي دعوه. يلا يا سيدي يا رب، انتم عباد الله. سيدنا محمد وآل ابو بكر عمر وعثمان سيد الحسين فاطمه الزهراء خديجكم سيدي احمد الرفاع عبد القادر القيلان بدو الدسوق الشادي الساسي. ذكرني بالبنكه، هذه البنكه قاعد نرقع احنا، هاي بشغلها خلينا نشوف بالله ما تشتغل. سبحان الله سبحان الله. هاي البنكه الكويتيه العتيجه في منطقة جليب الشيوخ الكويتية، سبحان الله. ندورها صار لنا كم سنة بالتراث الكويتي، لقيناها عند هذا الرجال الطيب. سيدي يلا ادعي لنا. قال الوالد سيدنا هاشم حميد الرفاعي وزير نائب الشيخ الطريق الرفاع الصوفي يقول اذا زرت المريض خليه يدعي لكم. يلا سيدي اقعد، وانت قاعد اقعد. اي والله سلامات عليك، وقع من مظلة. يلا ارفع ايدك سيدي. الله ييسر امركم. السيد علي عيسى دوار العبيدي، الله يحفظكم، كان يحضر درس ابو يعقوب الرفاعي. والنعيم شوفوا الدعاء شلون من القلب الى القلب. بجاه النبي محمد امين، هداكم بجاه سيد المرسلين. يا رب سمع الدعاء ولبوا. يا الله اي والله ساعه من ساعاتك فرج. يا الله يستر عليكم. اي والله يحفظكم ويقويكم بالدين والايمان. امين يا رب يا رب الهي يا رب. احنا ناس عبيد، انتم بركتكم يا الله، ناس بسطاء. يا رب يتقبل يا رب. يا الله يا رب يتقبل يا الله. وفتحت ابواب السماء. شوف شلون يا رب. امين. فتحت ابواب السماء فكانت مدرارة. يا رب يا رب. رجال طريق طيب هذا، وقوم صب القهوه يا سيدي. وين اللي جاي معنا شو اسمه؟ الخنجر. الخنجر سيد الخنجر خليه يقرا عليه. وين السيد؟ يتوضا. اي والله انا ابي يقرا عليك. اطلع شو اسمه. لا لا ما نبي اي شيء، لا تكلف حالك سيد. انت الحين بهذه عبره المرض شنو تعلمت؟ شلون اشرب حق؟ علمت الصبر. اي والله توني بقول لك. الوالد بعقب الرفاعي حاطها بيته، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فانت صبرت وقدرت الحمد لله. درس من دروس الله. يا الله يا اهل الله يا رجال الله يا رجال الحضره. وجبنا لك سبحه، وهذا العب جبنا لك سيد الخنجر يقرا علينا وعليك. هاك سيدي تعال سيد الخنجر. وين سبحتي؟ اي والله هاي ما شاء الله. شو سيد الخنجر تعال قعد جنبه، عشان انت سيد والوالد اجازك، الوحيد اللي اجازه بالقراءه سيد سرعي السيد محمد النور الخنجر. هذا رجال طيب، ومنكم وفيكم يزور السيد. يا رب يا رب. واردت ان اعيبها. اي والله. وكان وراءهم ملك كل سفينة غصبا. يقول عبرة المرض الصبر سيدي. فاتحوا ان شاء الله ارجع سالم على قولة الكويتيين.